الوطن والمواطنة شنو عندكم بالإسلام؟ ما عندكم. احنا عندنا نظرية بهذا الجانب يوم ما عندنا نظرية. عندنا نظرية. شنو نظريتنا؟ أوضح لك. أولا وطن ومواطنة كلغة شنو؟ محل إقامة الإنسان وسكناه. شنو يسمى؟ محل إقامتك يا أخي وسكناك وطن. كاصطلاح الإنسان اللي يكون في مكان ما وله استحقاقات وعليه واجبات يسمى شنو؟ مواطن. أحسنتوا، يسمى مواطنة وصاحبها يسمى مواطن. أكو إلى استحقاقات وعليه بالمقابل واجبات يكون يؤديها، مو بس استحقاقات، أكو واجباتهم تجاه الوطن. الأمر الثالث، الإنسان يحتاج إلى وطن؟ لو ما يحتاج؟ الجواب نعم، الإنسان يحتاج إلى وطن كاحتياجه. خي سمعوني الشباب، الإنسان يحتاج إلى وطن كاحتياجه إلى الشراب والطعام. يجي سؤال ثاني، ليش يحتاج الإنسان إلى وطن؟ جواب، لأن الإنسان يحتاج إلى هوية. علماء النفس الاجتماعي يقولون كل إنسان محتاج إلى هوية، والوطن يشكل هوية الإنسان اللي يحتاجه. سؤال ثالث، الإنسان ليش يحتاج إلى هوية؟ جواب، احتياج الإنسان إلى الهوية إلى شنو؟ منطلقات ثلاث. المنطلق الأول، الأمن النفسي. الإنسان اللي عنده هوية عنده شنو؟ أمن نفسي. والإنسان اللي ما عنده هوية يكون مضطرب. فإذا الإنسان يحتاج إلى وطن، ليش؟ لأن الوطن يشكل عنده هوية. والإنسان يحتاج إلى هوية، ليش؟ لأن الهوية تشكل للإنسان أمن نفسي. هذا شيء مرتبط بشيء. فالمنطلق الأول لضرورة وجود الهوية للإنسان الأمن النفسي، اللي من دونه يشكو من عقد ومن اضطرابات كثيرة. هذا المنطلق الأول. المنطلق الثاني، التقدير الاجتماعي. الإنسان اللي عنده هوية يكون عادة شنو؟ مقدر ومحترم وينظر إلى بنظرة خاصة. أما اللي ما عنده هوية، حتى القرآن الكريم هم يقول إنا خلقناكم من ذكر، كمل الآية، سورة الحجرات طبعا، وجعلناكم شنو؟ شعوبا وقبائل. شعوبا وقبائل يعني عندك هوية أو ما عندك هوية؟ أنت من الشعب الفلاني، وأنت من القبيلة الفلانية، وأنت من العشيرة الفلانية. وأمير المؤمنين يقول أكرم عشيرتك فإنهم هذا جناحك الذي بيتطير. هذا تدري بي للعشيرة الفلانية، وهذا تابع للبلد الفلاني، وذاك من القومية الفلانية، وهذا هذا يولد له تقدير اجتماعي لو ما يولد تقدير اجتماعي. فحاجة الإنسان إلى الهوية هي حاجته إلى الأمن النفسي أولا، وهي حاجته إلى التقدير الاجتماعي ثانيا. بعد احتياج الإنسان للهوية لأجل العطاء. العطاء شلون؟ أوضح لك. الإنسان عنده طاقة وما عنده طاقة؟ عنده طاقة. هاي الطاقة الإنسان يريد يفرغها لو يبقى محتفظ بها إلى أن ينفجر، ولا بدي يفرغها الإنسان، لا بدي يفرغ هاي الطاقة، وإلا إذا ما فرغها ينفجر مولانا. سؤال، شلون يفرغ هذه الطاقة إذا كان عنده هوية وكان عنده وطن، ويفرغ طاقته لخدمة ناسه ووطنه بلده؟ ولهذا أقول حاجة الإنسان للهوية هي حاجة للعطاء. ترى أقول لك شغلة، كل إنسان عنده طاقة، وكل طاقة بمجال. هذا طاقته تمثيل، ذاك طاقته شعر، هذا طاقته بناء، هذا طاقته رياضة، ذاك طاقته طب، هذا طاقته اللي يكون يفرغها، صحيح ولا لا؟ طاقة، كل إنسان طاقة. شلون يفرغ طاقته الإنسان؟ من خلال هوية. هاي الهوية من خلالها يخدم ناسه ويخدم بلده. ولهذا يقول علي عليه السلام، الطريف يقول لك انتم ما عندكم نظرية بهذا الجانب، احنا عندنا نظرية. ولهذا يقول علي: عمرت البلدان بحب الأوطان. هكذا يقول باب مدينة العلم. هذا العطاء، عمرت البلدان بحب الأوطان. تعمير البلدان تفريغ طاقة أو مو تفريغ طاقة؟ ولهذا هاي الآن النسبة الكبيرة مثلا الشباب عندنا في بلدنا، دولة إذا ما تكون لهم مصانع في يوم من الأيام، إذا ما تفعل مزارعهم، مصانعهم، أشغالهم، أعمالهم، ينفجرون في يوم من الأيام، وما يستطيع أحد أن يقف أمام انفجارهم أبدا. طاقة دولة، هاي الطاقة كنت تفرغ في مكانها الصحيح، وإلا تفرغ في مكان خاطئ. نقطة راس سطر. إذن الإنسان محتاج إلى وطن وما محتاج؟
لأنه محتاج إلى هوية. وليش محتاج إلى هوية؟ من منطلقات ثلاثة: أمن نفسي، تقدير اجتماعي، ثلاثة شنو؟ عطاء.